مساء الخير يا حبايبي، مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة بقى احنا كنا معزومين برا واكلنا بقى ايه، ملزة وطاب من الفسيخ والرنجة والبسارية الصغيرة الجميلة دي. احنا كنا بقى وشبعنا ايه عند حبايبنا، ورجعنا بقى البيت قلت اما اشوف بقى كمان انا كمان الفسيخ اللي انا ايه مخليلاه. يلا نفتح بقى ونشوف الدنيا ايه فيها ايه. هحط لكم الحلقه في صندوق الوصف اللي احنا خليناه فيها. يلا نطلع بقى ونشوف دنيتنا فيها ايه. قالوا لي انت عوقتيه وبقاله كتير وممكن يبوظ، صدقوني ولا جراله اي حاجه، حاجه زي الفل زي الزبده صدقوني. انا انبهرت من منظره ومن جماله. انا زي ما قلت وانا بخلل، انا ايه كنت بحب الرنجة اكتر والملوحة الرفيعة، بنحب السردين بخلله على طول، لكن اول مرة اخلل الفسيخ ده. انا امسكه منظفه من السكينة، لقيتها هتبهدل الدنيا، رحت بايدي كده بالراحة واحدة واحدة كده عشان ما نطورش نملى الشقة بيها. بالراحة كده القشر ايه عشان ما ينطورش يبهدل الدنيا. واحدة واحدة، وهفتح وهوريكم جمال الايه الفسيخ اللي خللناه. هنضفها برضو بالسكينة، ايوة كده، عايزينها ايه حاجة نظيفة وحاجة زي الفل. هنجهز ونوضب ونحطهم في العلبة ونحطهم في التلاجة، وقت ما نيجي ناكل هنلاقيهم جاهزين. هنضف ايه شمال ويمين كده، المفروض ما كنتش فتحت دلوقتي، انا ايديا ايه مش نظيفة، بس يلا هفتحهم عشان اشيل كمان السلسلة وتبقى ايه سهلة عليا بعد كده. شايفين الجمال يا حبايبي؟ شايفين بامبا، حاجة زي الفل. يعني اشيل بس السلسلة عشان ايه اوضب على طول. الحياء بتاعنا لا طلع مالح ولا طلع عادم، متظبط وتمام التمام. انا هشيل بس السلسله كده وحركنها جنب اختها وبعدين ننظف الدنيا. شايفين الجمال يا حبايبي؟ انا بس عشان ايدي فيها كركم فعادي، يعني هيتاكل. شفتوا يا حبايبي الجمال؟ يا ريتني كترت. يلا الحمد لله، همسكهم بقى انظفهم واشيل بقى الزعانف بتاعه السمكه كده، نشيل كل الحاجات السودة اللي على جنب دي كلها نشيلها ونجهزها للأكل خالص. أنا محضرة علبة عشان أحط فيها على طول، وقطعتهم بالشكل ده كده وعبيت في العلبة. أنا هرش عليهم حبة زيت كده حلوين. طبعا عشان ما ناكلش حادق ورا بعضيه، يعني احنا مثلا لسه واكلين النهارده، لا مش هنقدر ناكل ان شاء الله ايه لمده اسبوع كمان، وبعدين نبقى ايه ناكل بقى الاكله بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه. هغطي العلبه بالغطا بتاعها واحطها في التلاجة، واسبوع كده ولا حاجه ونرجع ناكل تاني ان شاء الله منها. يلا عدى اسبوع بقى علينا، اشتقنا بقى ايه للحاجه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. شايفين الجمال؟ هوريكم بقى بالمعلقه. شايفين؟ شايفين الحلاوة؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انا هاكل بقى وادوق الاول وبعدين نكمل بقية الايه؟ الاكل. كده مش محتاجة جرنشة ولا اي حاجة، هي فيها الزيت والشطة والملح وكل حاجة، مش محتاجة غير حبة الليمون. بنتي كمان بعتتلي برطمان الملوحة البسارية الرفيعة دي، ومرات ابني بعتتلي وقلت لهم انا هدوق واقيم واقول لكم الدنيا فيها ايه. شايفين يا حبايبي؟ انا حطيت من البرطمان ده حبه ومن البرطمان ده حبه، الاثنين طلعوا زي العسل زي الشهد كده، كتر الف خيرهم وربنا يديهم الصحه يا رب. قطعنا بصل كمان الاحمر الجميل ده والفلفل، والعيش بتاعنا الجميل، وده كان الغدا بتاعنا يا حبايبي النهارده. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، والى اللقاء في فيديو قادم يا حبايبي. باي باي.